مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا الرياضيين في هذا العدد الخاص في هذه الليلة المباركة التي سنستضيف فيها معالي وزير الشباب والرياضة السيد سليم رؤوف برناوي في عدد خاص أرقام وآراء. أرقام وآراء طبعا الخاصة بالألعاب الإفريقية في طبعتها 12 التي اختتمت الأسبوع الماضي بالمغرب الشقيق. طبعا المنتخب أو الوفد الجزائري رجع إلى الجزائر بمجموع 33 ميدالية ذهبية، 32 فضية و60 برونزية، في المجموع 125 ميدالية ذهبية، والمركز الرابع إفريقيا، وهو المركز الذي حافظت عليه الجزائر. طبعا حصيلة ترفع سقف الطموحات. طبعا أتشرف في هذا العدد الخاص باستضافة معالي وزير الشباب والرياضة سيد سليم رؤوف برناوي. مرحبا معالي الوزير في هذا البلاطو الخاص. مساء الخير ونشكركم جزيل الشكر على الاستضافة، خاصة اليوم عندي كل الشرف والفخر أني متواجد من هذه الأبطال الكبار وخاصة الطاقم المسير وأيضا الفنيين، هذا شرف كبير لنا. طبعا وشرف لنا أن تكون معنا في هذا البلاطو، وكذلك سليم سعدي طبعا رئيس الوفد الجزائري بالمغرب، مرحبا. سفيان كذلك رئيس الاتحادية الجزائرية لنجوم باز العائدة بقوة في هذه الألعاب. سارة طبعا مهتمة بالفئات الشبانية وكذلك طبعا بوزارة الشباب والرياضة، مرحبا. سيد حكيم ذيب رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى التي تألقت بخمس ميداليات في هذه الألعاب. عرجون عبد الله السباح الواعد مزاري. سارة أهلين، مرحبا. دريس حواس محلل التلفزيون الجزائري. زهرة مشتي التي رافقت الوفد الجزائري بالمغرب وعدت لنا بهذه الحصيلة، مرحبا زهرة. شكرا دبال، شكرا. أنا جد مسرورة بتواجدي معكم. عندك ميكرو زهرة، عندك ميكرو، تفضلي وتفضلوا كل الحاضرين بالميكرو. شكرا. إذا أنا مسرورة بتواجدي مع الرياضيين اللي جابوا لنا ميداليات. وأنت رياضية سابقة طبعا. شكرا. طبعا معنا كذلك سي عبد الله عرجون، قلنا سيد سعد الدين المدرب الوطني في الجومباز سعد الدين حميسي، طبعا مرحبا. مزاري ليندا معها الاب، نذكر انه مزاري معها الاب مزاري كذلك، مرحبا سي مزاري. عرجون عبد الله كذلك، سيد سعيد عرجون مرحبا الاب، طبعا انتم شرفتونا في هذا الحضور. تريكي محمد الطاهر مرحبا، ننتظروا منك ميداليه اولمبيه ان شاء الله. ان شاء الله نعرفوك بانه عندك واحد الطموحات ان شاء الله تحقق على ارض الواقع ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وكذلك معنا سالم نهله وكذلك هلال متيجي، مرحبا. جمباز العائد بقوه. معالي الوزير نبدا معك، كيف استقبلتم وانتظرتم؟ طبعا كنتم تنتظرون، كلنا كنا ننتظر هذه النتائج، لكن انتم كيف استقبلتوا هذه النتائج؟ أكيد بفرح وسرور متابعين، خاصة نقول لك لاعب بلاعب دقيقة دقيقة شوط بشوط، خاصة أنه كنا احنا عملنا كثير على مستوى الوزارة، خاصة المديرية العامة مع الاتحاديات وأيضا المدراء الفنيين المدربين، أيضا كانوا اجتماعات كثيرة، اجتماع في كل أسبوع يوم كل يوم ثلاثاء، والشيء هذا اللي كنا يعني كان سهل لنا بما أنه كان يعني فيه تواصل تام وانسجام تام ما بين يعني الاتحادات وخاصة يعني المديرية، مديرية الرياضة اللي مهمة جدا أنه بدينا يعني التنسيق، وكان شامل يعني كل الأطراف كانت نعم حقيقة، لكن بدينا يعني بذهنية جديدة على مستوى القطاع أنه نعمل كثير مع المدراء الفنيين ونطرق اسم باسم، لاعب لاعب وبرنامج برنامج، يعني هذا المستوى العالي طلب هذا الشيء، لازم تكون مثابرة في العالم في العمل، لازم يكون تخطيط وأيضا لازم تكون يعني دراسة وايضا يعني منهجيه في التدريب وحتى في المنهجيه في المشاركه، لازم تكون عندنا مشاركه ولا حتى منظومه رياضيه اللي تواكب الامكانيات البشريه ولا ماديه ولا حتى نقدر نقولوا مورفولوجيه فيما يخص الجزائر. احنا الحمد لله نقدر نقولوا قدرنا في ظرف وجيز انه ندارك بعض التاخر اللي كان على المستوى نقدر نقولوا التنظيم، خاصه مستوى الاتحاديات اللي كانت
تعاني نوعا ما من نقدر نقولوا من نقص السيولة المادية، وين لقينا الحل انه اول شيء كانت تمويل الاتحاديات من بعد الاستقرار اللي مهم جدا ايضا، اللي كان ذاك كانت فيها بعض النزاعات ما بين الجمعيات اللي تفادينا هذا الشيء، ونتمنى ان شاء الله انه نتفادى. الاستقرار مهم جدا في البلد عامة وخاصة في الرياضة، بما انه الرياضة اول شيء اللي هي تجمع لا لكن اول شيء اللي هي اللي هي المعيار اللي هي الواجهة، بما انه عندنا اللعب عندنا البطوله تجي يعني بعد كل يعني فتره هذه حتعطيه لك الا كانت عندك عمل واستقرار. هذا الشيء مره اخرى نحن جد مسرورين، واهم شيء وفوق الاهم هم اللاعبين. لولا اللاعبين لكان وجود الجمعيات، ما كان وجود الوزاره. هذا الشيء احنا نحيي اللاعبين ونحيي المجهودات تاعهم، بما انه انا كنت لاعب وعارف باللي ماهوش بالشيء الهين ما بين يعني الدراسه والتدريب. نقدر نقول لك هاد الابطال ما عندهمش حياه خاصه، بما انه شغلهم الشاغل هو يعني كيفاش يطلع المستوى تاعو، وخاصه لما يكونوا يعني لاعبين ذو منتخب عنده الرايه الوطنيه كل يوم راهو يتخيل يعني الرايه الوطنيه. هو حب كل لاعب عنده طموح لما يدخل الميدان يحب يفوز، وهذا طموح شرعي، وهذا ولذلك فليتنافس المتنافسين. وحنا كدوله كجزائر نحبوا نكونوا عندنا معروف باللي عندنا هذيك الحماسيه، وما نحبوش نخسروا ونرفض الهزيمه. الشيء هذا اللي يجبرنا انه ان شاء الله منا فصاعدا انه نطلع ايضا في الاهداف. هذه المره نقدر نقولوا كنا في تو على حسب التوقعات اللي كانت 33 ميداليه ذهبيه من اصل 125. احنا الهدف المسطر ان شاء الله لازم، بما ان الجزائر بينا ولا بينا الجزائر دائما راح تكون الهدف المسطر، انه نرجعوا الجزائر اللي مكانتها الطبيعيه واللي هي والحقيقيه اللي هي تربع عرش افريقيا. نعم ان شاء الله. وبما انك نهني الاخوه الاشقاء المصريين بفوزهم بهذه الالعاب، لكن ايضا نقول لهم احنا هذه الرياضه ينتظرونا في الطبعه الجايه، بما انه رانا جايين تنافس على المرتبه الاولى وليس اللي 33 ذهب، بما انه في الجزائر كان امكانيات كبيره وكبيره جدا. خاصه انا جد مسرور مع انه كنت عملت دوريه في الجنوب وشفت باللي فيه منشات ذو جوده عاليه وامكانيات بشريه رائعه جدا، بنيه مورفولوجيه رائعه جدا، فيه امكانيات كبيره. انا نقولها صراحه ومن غير مركب نقص، نقول الامكانيات اللي موجوده في الجزائر مقارنه بالنتائج اللي انا نحققوا فيهم، انا انسان طموح، نقول النتائج الامكانيات فاقت النتائج. لهذا الشيء مره اخرى نغتنم هذه الفرصه وندعي كل الرياضيين وخاصه الانديه وبالاخص الاتحاديات أن نضعف العمل ونرجع الجزائر كما تفضلت وقلت الاخ توفيق اللي مكانتها الطبيعيه اللي تتربع على عرش افريقيا ان شاء الله. بما انك معالي الوزير رفعت السقف، طبعا حصيله الالعاب الافريقيه رفعت سقف الطموحات عاليا، بدا الزميل محمد شوماني هذا التقرير. حصيلة ترفع سقف الطموحات عاليا بما جاد به الرياضيون في 11 رياضة اعتلى فيها الجزائريون سدة التتويج ومنصة الذهب. كريم استثنائي، بما أن هدية الحكومة على رسم السيد دولة وزير الأول نور الدين بدوي اللي ارتأى أنه يكرم هاد الأبطال اللي حقيقة شرفونا نقوله في المغرب بأداء جد مقبول. المنحة هي حق قانون ليضمن القانون الجزائري لكل لاعب انه يرفع الرايه الوطنيه. هذا تكريم جاء خاص كما كنا تفضلنا، قلنا مع عند دوله وزير الاول اللي بالاضافه ارتأى الا ان يكرم الرياضيين ايضا المره الاولى. بالمقابل اثمرت سياسه الوزاره الجديده بالاعتماد والدعم للمرشحين بلعب الادوار الاولى احراز 125 ميداليه في 25 نوعا. بالأرقام دائما وبفضل الاعتماد على النوعية قبل الكمية نالت الجزائر 33 ذهبية 32 فضية و60 برونزية لتحتل المرتبة الرابعة، مع الإشادة بأداء وحصاد ألعاب القوى التجديف الجمباز والسباحة بخمس ذهبيات لكل رياضة. الحصيلة رغم مرور ست رياضات على الهامش إلا أن إيجابياتها تسمح بالتحضير الهادئ لموعدي أولمبياد طوكيو وألعاب البحر المتوسط بالباهية وهران
صائفة 2021. طبعا هي حصيلة المشاركة الجزائرية في الألعاب الإفريقية. طبعا اسمحوا لي نعود إلى معالي الوزير في سؤال مهم جدا. طبعا الدولة الجزائرية قبل أشهر اتخذت قرار بتدعيم الرياضة الجزائرية بحوالي 400 مليار سنتيم. يعني التحضيرات للمواعيد الهامة خاصة كانت من بينها الألعاب الإفريقية، ولكن الأهم هي الألعاب الأولمبية ثم ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر، ولما لا ألعاب الشباب بالسنغال كذلك. يعني هذه الأموال هل بدأت الثمار تجنى أم ما زال معالي الوزير؟ نعم، هي حقيقة هي خاصة نقدر نقول نستحسن سياسة اللي كانت المواهب الشابة اللي على اللي انتهجوها الاتحاديات مسطرة من طرف يعني القطاع اللي بدات من ثمارها. شفنا يعني ليندا مزاري ولا حتى أرجون اللي لعبوا الألعاب الإفريقية هذه تاع السنة اللي فاتت اللي متوجين بالذهب، وفضل بعد سنة حائزين على اللقب الإفريقي في الأكابر. تريكي نفس الشيء كان لعب، هو لعب طبعة غابورون اللي في اللي كانت في 2014. الشيء هذا اللي يدل اللي فيه سياسات مهم جدا، انه امكانيات ايضا من 400 مليار هذا اللي لتحضير العاب البحر الابيض المتوسط 21، وايضا مواصله بهذا الفريق هذا الشبان مع انه كلهم صغار في السن ل 2024. هذا لانه الميداليات الاولمبيه خاصه لانها تحضر ولازم يعني جهد كبير وسنوات كثيره تاع العمل. هذا الشيء مره اخرى ندعي للاستقرار، بما انه احنا قولوها صراحه على مستوى الرياضه كحركه رياضيه احنا مسؤولين على نقدر نقولوا على النتائج السلبيه اللي الرياضيين يحصلوها. بما انك في المنهجيه التدريب يقول لك ما فيش مدرب، ما فيش لاعب فاشل، فيه مدرب فاشل. وانا نقول ما فيش مدرب فاشل، فيه مسيرين فاشلين. لهذا الشيء نتمنى وندعي مره اخرى انه الحركه الرياضيه المسؤولين خاصه على مستوى الجمعيات انهم يحافظوا على الاستقرار ويخافوا يعني المولى عز وجل في هذه الامانه في هذه اللاعبين. بمعنى الطموح راه عند اللاعبين ما راهوش عند المسيرين، وحنا مهم جدا ان نكون قراب جدا من اللاعبين ونحسوا بكل الاحتياجات تاعهم. واكيد احنا ما حنا نوعدوهم الامكانيات اللي ما عندناش، لكن الوعد اللي يكون عندنا انه كل الامكانيات اللي الدوله الجزائريه تحطها في الرياضه انها تكون في المتناول الرياضي، وهذا الشيء مهم جدا. وانا نظن اهم شيء هذه السنه وخاصة ما تفوتنيش إلا الفرصة وأن نشكر دولة الوزير الأول نور الدين بدوي لأنه منح القطاع تاعنا 400 نقدر نقولوا مقعد دراسي. هذا الشيء اللي راح يعطينا الأريحية ومدينا الأولوية لرياضي النخبة أنهم يدخلوا المعهد العالي ولا حتى معهد الدراسات اللي في ورقلة ولا حتى في عين بنيان. هاد اللاعبين لازم نضمنوا لهم المستقبل تاعهم، هاد اللاعبين لازم في كي يكمل المشوار تاعو انه ينقال التكوين تاعو يتواكب مع التدريبات تاعو مع المشوار تاعو. من بعد عادي جدا هاد اللاعبين اهم شيء احسن مدربين. انا كنا عملوا الحوصله تاع 50 سنه تاع حركه رياضيه نشوفوا احسن مدربين اللي يعني اللي نقولوا مروا على الحركه الرياضيه واللي كتبوا تاريخ في الحركه الرياضيه وما كانوا لاعبين سابقا. ومن بعد مانيش فاهم يعني كيفاش يعني تغيرت السياسه تاع التكوين وين صاروا الرياضيين النخبه ذو المستوى العالي صارت عندهم صعوبات كبيره باش ما نقولش صاروا مقصيين من التكوين ولا حتى من المعاهد العليا اللي تاع القطاع اللي المفروض هي لهم. هذا مره اخرى نشكر يعني دولة الوزير الاول لانه عاود فتح الابواب لهذا الرياضيين النخبه. ومره نغتنم هذه الفرصه عن طريق الابطال اللي معنا وعن طريق منبركم الكريم باش رساله نوصلها لكل اللاعبين ونقول لهم انه يغتنموا هذه الفرصه ويدخلوا المعاهد التكوينيه. بما انه احنا الرياضه محتاجه اليوم لانه الخبره تاعهم هما كلاعبين راح يكونوا مدربين ذو مستوى عالي، بما انه كما قلت لك المشوار الرياضي مهم جدا في التكوين. وبما انك معالي وزير الشباب والرياضه ذكرت الوزير الاول، طبعا قمتم في سابقا بعد عوده الوفد الجزائري بتكريم الرياضيين الفائزين خاصه المتوجين في الالعاب الافريقيه. معليش نستمعوا الى الرساله التي بعث بها الوزير الاول وقراها مدير الديوان السيد شاطر حكيم في تلك السهره التي توج بها العداؤون بأموال بشيكات.
هكذا نستمع ثم نعم. وعليه فإنه لا يسعني أصلة عن نفسي وباسم الحكومة إلا أن أشكر جميع الرياضيين الذين تألقوا في هذه الدورة، وأن أتوجه بأحرى التهاني للمتوجين بالميداليات، منوها بجهود كل من ساهم من قريب أو من بعيد في تحقيق النتائج المسجلة في هذه الدورة. كما لا يفوتني أن أتوجه بالتحية والتقدير إلى جميع الإطارات والمدربين والاتحاديات الرياضية على ما بذلوه من جهود وعلى مثابرتهم في العمل من أجل الارتقاء بالرياضة الجزائرية إلى أعلى المستويات وتسريفها في المحافل الرياضية جهوية كانت قارية أو دولية. وإذ أجزي التهنئة مرة أخرى إلى جميع الرياضيين والرياضيات على تألقهم، فإنني أغتنم هذه الفرصة السانحة لأدعوهم إلى بذل المزيد من الجهود وإلى التحضير الجيد في المستقبل تحسباً للمواعيد الرياضية القادمة، ومنها خصوصاً ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة وهران الباهية سنة 2021، والتي لا شك أنكم ستحصلون بإذن الله خلالها على حصة الأسد من الميداليات بفضل عاملي الأرض والجمهور. ولهذا الغرض كونوا على يقين بأن الدولة سترافقكم وتوفر لكم كل ما أتيح لها من إمكانيات مادية ومعنوية حتى يتسنى لكم التألق أكثر فأكثر وتحقيق المزيد من النجاحات. طبعا كانت هذه كلمة أو جزء من الرسالة التي بعث بها السيد الوزير الأول للمتوجين في هذه الألعاب الإفريقية، ومن بينهم مزري ليندا في الريشة الطائرة العائدة إلى الواجهة الإفريقية. كيفاش كانت الميدالية تاعك؟ الحمد لله، يعني ما والله ميداي دور جامي تكون سهله باش نجيبوها، مي الحمد لله دافري لي زونترينمون دافري الجهود اللي درتهم لي بون لي عاونونا فيهم لي زونترينور ناسيونال مون بير اوسي لو هنا اللي وقف معايا دون تو لي ايتاب، والحمد لله يا ربي كانت مكتوبه لا ميداي دور، وان شاء الله ان شاء الله تكون اكثر ان شاء الله. كذلك سباح عبد الله عرجون الذي حطم أرقام كذلك، لكنه معالي الوزير في الكواليس قال لك أنه واحد التونسي فاز عليك، ربما كان حاضر في لا يعني ما تفوق عليا كان من جنوب إفريقيا، وكان كاين واحد مصري وإن شاء الله في لابروشان إيديسيون راح نوليو بقوة، وإن شاء الله واحد ما يفوتني يكون تروا إن شاء الله ندير تروا ميداي دور تاعي. يعني هاد الارقام ما جاتش بالسهل، لا بريباراسيون تاعنا كانت واعره، شفت الاول حق دون جينيتا بولي ندير ان شوا بين لي زيتود تاعي و سبور باش ندير لي جو هادوما لا بارتيسيباسيون تاعي، يعني الحمد لله مي على فان سا بيي، شدينا معنا لي زونترينور تاعنا لي بارون تاعنا اللي ما راحوش اون فاكونس اللي وقفوا معنا، الحمد لله سا بيي وان شاء الله نكونوا في القمه. ان شاء الله نكونوا في القمه، وباش نكونوا في القمه لازم تكون استمراريه، لازم تحضيرات، لازم خاصه بالنسبه للسباح، لانه يعني سليم ايلاس وصل الى مستوى عالي، اصبح في بطولات العالم في الالعاب الاولمبيه، مثل الجزائر احسن تمثيل، انتم ربما تطمحوا من اجل الوصول ولما لا الذهاب بعيدا، نفوتوا سليم ايلاس. ان شاء الله نلحقوا قبل واش دار سليم ايلاس، باسكو اللي كان اللي داروا ما كانش بالسهل، كان يونتريني صباح وعشيه، كان جو سي با اذا كان عنده لي مويان ما لحقناش بالاخر تاعو، مي يعني ان شاء الله نديباسيوه وان شاء الله يكون عندنا بلوس دو مويان كو هو، باسكو سي با لا ميم بيريود، باسكو لي طوني دارهم هما اللي راهم يداروا هاد الاخر في هاد السيرك ماشي كيف كيف، دونك ان شاء الله نديروا الانجاز تاعو ان شاء الله. معليش مد الميكرو جماعه الجومباز العايدين بقوه. انا كان عندي الحظ و ديت ثلاثه ذهبيات وواحده ارجون، كنت في الكومبيتيشن كانت عندي طبعا الاسم هلال متيجي، وانت يعني من نادي من متيجه، مدرسه بو فريق معروفه، مصنع للابطال، والان راني نحضر لي جيز اولمبيك ان شاء الله يا رب، ان شاء الله نتكاليفا باش نروح لطوكيو. ونهله j'ai fait 3 médailles de bronze ou médailles d'argent. C'était pas facile.
C'est grâce à la fédération, les entraîneurs, tout le monde. C'était dur les entraînements. Et l'Égypte, c'est pas une équipe facile. Du coup, Inch'Allah, la prochaine compétition, on va faire mieux. On va travailler. Inch'Allah, les médailles bronzées et les fédiates ou les zahabies. Et avec vous, le مدرب, طبعا سعدين حامسي, ربما عامل كبير قام به, عطوه الميكرو, لأنه المدربين والتقنيين ما ننساوش العمل تاعهم, خاصة مع شبان. يعني احنا كنا اسم برنامجنا كان عندنا الهدف الاول استدير نطلعوا لي بيرفورمانس تاعنا بارابور ليجيبت سي با سي اسم في الجمباز عندهم مستوى عالي احنا ما حقرناش روحنا وكنت نشوفوا فرجاني واحد اخر لا كاينين كاينين كاين هلال كاين كاين هلا كاين بورغيغ اون ا با مال دو جيمناس كيزون دو بوتونسييل C'est vrai, ça, la préparation elle était optimale, c'est-à-dire avec l'Ittihadia ou l'Ouazara, ça nous a aidé dans toutes les possibilités. Inch'Allah, le docteur Mouhtana, on va essayer d'être avec les premiers dans la boutoule africaine qui va durer 7 mois, les qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Inch'Allah, on va être avec les premiers et on va se trouver. Inch'Allah, on va gagner des points, Inch'Allah. Une performance quand même assez importante. On a monté de 15 points. C'est pas. يعني عدد من النقاط مهم جدا من أجل تأهل لعب الأولمبي. إن شاء الله. إن شاء الله سعد الدين حميسي مدرب معروف طبعا خاصة مع الشبان تريكي محمد الطاهر. الحمد لله يعني قبل ما نذهب للعب الإفريقية كان الهدف تاعي هو نفوز بزوج ميدالية ذهبية. كيفاش خسرت الميدالية الذهبية الأولى؟ في القفز الثلاثي في الوثب الثلاثي يعني خسرت الميدالية الذهبية ببضع سنتيمترات ما كانتش يعني بعيدة عليا كانوا عندي يعني بعض الأخطاء التقنية اللي خلتني يعني نخسر الميدالية الذهبية معليش الأخطاء هذه راح تخليك تعلم أكثر وما تزيدش تعاودها إن شاء الله هذه هي في الإكسبيريونس إن شاء الله بروشين فوا بروشين إيديسيون إن شاء الله دو ميداي دور أفيك دو ريكورد أفريك إن شاء الله إن شاء الله هو معنا كذلك محلل تلفزيون دريس حواس وإل ما جاناش من الجيدو تعرفيها نعم وائل زين طبعا أخذ ميدالية ذهبية في الألعاب الإفريقية للشباب ميدالية ذهبية بطل إفريقيا أواسط والميدالية الذهبية مؤخرا تريكي كذلك في الألعاب الشباب ميدالية ذهبية بغابورون كنت حاضر معهم الشبان هذوما وكذلك أصبح بطل إفريقي دريس من خلال هذه النتائج عودة البادمينتون للواجهة عودة الجمباز السباحة معروفة لكن فيها رياضات ربما تراجعت وفيها رياضات حققت ما حققت ماذا تقول؟ هو على كل حال بحكم لأنه النتائج المحققة لأنه فيها رياضات بقت في المستوى تها مثلا الجمباز المصارعة كذلك كيفاه رياضه صعدت مثلا لانه على حسب المستوى تاع الدورات وعلى حسب التحضيرات لانه وكذلك فيه نقطه اخرى مهمه في الالعاب خاصه في الالعاب الافريقيه وهي كيفيه التحضيرات لانه في بعض الاحيان لما تكون محضر بطريقه جيده ما عندك حتى اشكال لانه الجزائر مهما كانت عندها تقاليد ودائما تفوز بالميداليات اليوم صحيح انه فيه بعض الرياضات تراجعت لازم نقولها بكل صراحه وكل واحد على كل حال هذه مسؤوليه الاتحادات مش كل الرياضات على كل حال فيها رياضات الان بدات تتالق بدات وفيها اللي طلعت في المستوى نظن هذا الشيء يريد تشريح لوضع الرياضه الجزائريه خاصه من الناحيه التقنيه لانه المستوى العالي لما نتكلم على المستوى العالي او شيء اخر لانه نعم. الالعاب الاولمبيه والبطولات العالميه او فيه كلام اخر هذه النقطه الثالثه اما فيما يخص نظن انه المشاركه هذه مشاركه جد ايجابيه لانه فيه جيل جديد نعم. لانه فيه استمراريه تاع الالعاب الافريقيه للشباب تاع العام الماضي لانه شاهدنا ابطال اللي كانوا في الالعاب الافريقيه للشباب في بالجزائر شاهدناهم الان في الالعاب الافريقيه ياخذوا ميداليات احنا على سبيل المثال ربما في السباحه مثلا في السباحه نعم. عرجون في كذلك في المصارعه كذلك البطل تاعنا بن فرج الله فاتح اللي فاز بميداليه فضيه في الالعاب الافريقيه عند الاكابر سنه اولى في الاواسط نعم وهذه السنه
كان فاز بميدالية برونزية في دورة ساساري دورة فئة ألف في المصارعة. نذكر فقط إدريس أن المنتخب الوطني للمصارعة متواجد بكازاخستان هكذا للتحضير والمشاركة. نوقف ونقول لك هذا الشيء بفضل دعم وزارة الشباب والرياضة لازم نقولها لأنه كل البرنامج اللي سطرناه طبق بحذافير تاعو ونظن إن شاء الله سنستمر في العمل المستقبل. نعم وبما أنه معالي وزير الشباب والرياضة حاضر لابد إضافة يعني مانيش مدافع عليهم لكن تقنيا كاين رياضة وين انه كيكونوا شبان السباحه ولا عادي جدا انا تشوف شاب صغير يبدا يبرز لكن كيف فيه رياضات على سبيل المثال نقولوا على رفع الاثقال رفع الاثقال شاب كيكون صغير مع انه المورفولوجيه كما احنا نهضروا بالعاميه نقولوا العظم تاعو ما يسمحلوش انه يعمل ارقام تاع مع الاكابر وحتى ما لعبوش يعني بفريق الف بما كانت عندهم بطوله عالميه فيه يعني رياضات وين يعني في نفس بطولة العالم هكذا. نعم يعني في نفس الوقت يعني كانت الالعاب الافريقيه والبطولات المؤهله للاولمبياد هذا الشيء اكيد عادي انه احنا كرياضه ولا كاتحاديات انه نفضل المنافسات الرسميه الجيدو نفس الشيء رفع الاثقال احسن لا رياضي عندهم يعني ما شاركش وهذا الشيء ايضا فيه رياضات اخرى اللي شفنا راه تتجدد السباحه انا كنت فخور جدا فرحان كثير انه كنت استقبلت الوفد اللي جاي يعني من المغرب في البطوله العربيه تاع الاصغر نعم وكنت معكم حتى الصبيحه نعم. وصرح لي رئيس الاتحاد انه رايح بشبان ورايح يجيب نفس اللاعبين نعم. مشاو مع الاكابر نعم. اللهم اسامه سحنون اللي عزز الفريق واخرين نفس الفريق تقريبا نعم. يعني راح وكانت حصيله احسن وشفنا حتى هما سباحين حتى يعني الارقام تاعهم كانت تحسنت مقارنه بالبطوله تاع اللي لعبوها في الصنف تاعهم مقارنه بالاكابر هذا نظل اللي هي هذه الالعاب هذه احنا يعني من اول اللي كنا يعني طلبنا انه تكون مشاركه بامتياز باش نحاول نقلل من عدد الوفد ونركز على اللاعبين اللي يروحوا يجيبوا نتائج بما انه كنا طلبنا تكون تفريقه ما بين العاب افريقيه وبطوله افريقيه نعم. الالعاب هي الواجهه الالعاب هي الالعاب وبطولات افريقيه من اختصاص الاتحاديات اللي عندهم الوقت هو كل خبير وادرى بشؤونه كيفاش يعني يدرج شباب ولا ينحي حتى صاحب الخبره ولا هذا الامر يرجع المدرب لكن احنا نقدر نقولوا عامه كوفد كان يعني مقبول جدا خاصه 270 رياضي اللي كان سمح لنا انه نتحكم يعني حتى في وسائل الاسترجاع لهم ونحيي الجهاز الطبي ايضا اللي قام يعني بمجهود كبير لاسترجاع اللاعبين وايضا مره اخرى نشكر دوله الوزير الاول لانه اول مره في تاريخ هذه المشاركات انه الجهاز الطبي ولا حتى الجهاز الفني كان يعني معني بالمكافآت ونهنيهم على المكافآت هذوما اللي خدوهم ونقول لهم يعني هنيئا لكم والجزائر عامه اللي فرحها تفرحوا وهذا الشيء اللي احنا كنا ما حبيناش نتكلموا على المكافآت يعني قبل البطوله بما انه حبينا نبعث انا ضد انه لاعب ذو مستوى عالي ولا لاعب في المنتخب الوطني انه نحفزه بالمكافآت لا هذاك في النادي كي يكون لقاء ديربي ما بين زوج فرق نعطيك مكافأة تاع هذا المال لكن كي تكون لاعب ذو منتخب وطني اسمح لي اخي العزيز نلعبوا احنا على الرايه الوطنيه والرايه الوطنيه ما عندهاش ثمن ولا تقدر بثمن فرح الشعب الجزائري لا يقدر بثمن انا لو كان هاد اللاعبين انا مانيش ما نشكش في الوطنيه تاعهم هما يخلصوا دراهم ويفرحوا الشعب الجزائري بما انه ما نفرحوش اللاعبين لكن خاصه لما تكون الامكانيه لابد الامكانيه توفر ليه حتى لا انا شوف تريكي انا عارف باللي خسر ميدالية تاعو الذهبيه من ما عرفش يواكب الضغط لانه حاب يفوز هو اكيد مازال شاب وتعلم خبره ما انه المستوى تاعو يفوق كثير يعني المنافس تاعو حتى الرقم 17 12 نعم الارقام تاعو اللي حققها لكن الضغط عادي احنا كنا لاعبين ومرينا مهديه بما انه الضغط هو اكبر خصم لانه لهذا الشيء اللي يقول لك في الرياضه يقول لك ماهوش يعني ماهوش من الجيد انك تكون عندك تحفيز سير موتيفي سي با بيان دي موتيفي سي با بيان بور لي زاتليت يفو كون سوا موتيفي نكون عندنا يعني الرغبه باش نفوزوا ولاعب يعني لازم يحاول مره اخرى انا كي نولي لنا على التحفيزات هنيئا لهم حنا نقولوا يعني كما يعني منتخب كره القدم كنت يعني ذكرتها يعني في الخطاب في مصر ولا مره سمعنا ولا محرز ولا بنجح ولا واحد من اللاعبين ولا حتى الجهاز الفني ولا واحد تكلمنا على الاموال حتى مره في النصف النهائي كنت قلتها انا ورئيس الاتحاد الاخ الصديق خير الدين زتشي
مع أنه منتخب النيجيري كان مكافأة كبيرة للاعبين باش يفوزوا على المنتخب الوطني. كنا تكلمنا قلت له احنا شوف اللاعبين تاعنا خليهم في النية تاعهم، راهم يلعبوا من أجل الوطن وهذه النية تاعها تجيب لنا الخير إن شاء الله كما كان الحال. ومن بعد خلاصة البطولة والحكومة على رأسهم دولة الوزير الأول يعني أعطاهم مكافآت اللي تفوق كثير واش وعدوا نيجيريا في النصف النهائي، بما أنه احنا ما رايش مشكلة تعامل، لكن احنا الرياضة مدرسة والمدرسة هذه تاع الرياضة لازم المدرسة تاع أسلافنا اللي هي احنا كما قلت لك الجيش الوطني الشعبي اللي هو سليل جيش التحرير. احنا رياضيين، احنا جليل سليل الفريق جبهة التحرير، جبهة التحرير فريق جبهة التحرير. اللاعبين هذو كبار اللي جاوا مشاو لعبوا يعني ما طالبوش على الأموال، من أحسنهم كما كنت قلت مرة مصطفى زيتوني اللي هو رفض الفريق الفرنسي اللي لعب النهائي في كأس عالم والريال مدريد، ريال مدريد وجلت حق فريق جبهة التحرير وما تكلمش على الأموال. احنا هذه يا خلاص السنة ماشي احنا عملناها، عملناها اللي أحسن منا أسلافنا سيادنا، احنا مجبرون كرياضية النخبة أنه نقعد في هذه المنهجية. وشفنا منتخب كرة القدم كيلعب بعزيمة وحيوية، رجعنا بالكاس ومصر قليل قليل اللي كان يأمن بها. هاد اللاعبين هذوما لعبوا بحيوية صغار في السن ولعبوا ضد أبطال كبار وتحصلوا على ميداليات كبار، وحنا إن شاء الله هذه الحيوية اللي والروح الوطنية اللي لازم تكون هي استمرارية، لازم تكون هي الحافز الكبير للمنتخبات الوطنية. نعم، ومعنا ربما الشخص، هل عانيت نبيل سعدي؟ عانيت مع الوفد أم كيف وجدت الوفد أنت بما أنك رئيس الوفد بالمغرب؟ كيف كانت الظروف يعني في بعد هذه الإمكانيات بعد ما تحدث معالي الوزير؟ حقيقة احنا تحضيرات لهذا الدورة اللي كانت تحضيرات من منذ شهرين من قبل بداية الألعاب، وكان فيه عدة اجتماعات على مستوى الوزارة، وكان فيه توجيهات الوزير وتوجيهات المسؤولين على الوزارة، وكنا قمنا بجميع التحضيرات مع ممثلي الاتحادات ومع مدير الرياضات بوزارة الشباب والرياضة، ولحقنا وإن وصلنا وشاركنا في هذا الدورة، وكما تعلمون النتيجة اللي لحقنا لها. بالنسبة للعمل تاعي والطاقم الإداري والطاقم الطبي، حقيقة كان الوفد ككل متكون من حوالي 360 عضو، يعني رياضيين مؤطرين مسيرين. نقول لك الإعانات ما كانوش إعانات، خاصة لما وصلنا النتائج اللي سجلناها نظن باللي نسينا كل هذك الإعانات، ونشكر كل الرياضيين على النتائج اللي تحصلوا عليها، وهذا بفضل التوجيهات ويعني اللي كانت مسطرة من قبل، توجيهات الوزارة، توجيهات المسيرين ككل. ونظن الشيء اللي نزيد نأكد عليه زيادة عن الجانب التقني هو الجانب السلوكي لجميع الرياضيين وجميع المسؤولين على هذا الوفد، اللي كانوا متاثلوا بسلوك جيد وكانوا شرفوا الوطن وشرفوا العالم وشرفوا الراية، ونشكرهم كثير. وكانت الدورة هذه ناجحة على كل المستويات. نعم، سفيان زاهي أمامك رئيس الاتحاد الجزائري للجمباز، تألق عودة الجمباز إلى الواجهة. طبعا تحدث سعد الدين كمدرب، أنت كمسير معالي الوزير تحدث على التسيير، لابد أن يكون تسيير حكيم، وإلا ما كانش تسيير ربما فيها سنتحدث عنها فيما بعد. كما قلت الأخ توفيق، عودة الجمباز على عرش الجمباز في إفريقيا، والله هذا بفضل لكل الطاقم التقني والرياضيين، هم اللي بذلوا المجهود، يعني ما هوش احنا المسيرين. احنا المسيرين كنا فقط وضعنا لهم الوسائل وحطينا لهم الإمكانيات مع بالتعاون مع الوزارة. ما يخفلكمش باللي هذه مدة سنة أو أكثر من سنة ونصف. هل الإمكانيات كانت كافية؟ هل الإمكانيات التي وفرت تفي بوعدها من أجل تحقيق النتائج؟ لا، الحمد لله كانت الإمكانيات كافية، لأن الفريق منذ تقريبا سنة أو سنة ونصف هما في طرابلس تقريبا مغلق بالخارج أو بالداخل الوطن أو بالخارج، هذه بفضل الإمكانيات اللي وضعتها تحت تصرفنا الوزارة. كذلك هناك استقرار في التسيير، استقرار في الاتحادية، استقرار في الطاقم الفني. ما يخفلكش باللي عندنا طاقم فني مثلا للذكور تقريبا 30 سنة و 20 سنة هو نفس الطاقم، يعني وهم خبراء جزائريين، نوجه لهم كل تحية وعن العمل اللي راهم يقدموا به. احنا ما عملنا علينا غير ان وفرنا لهم
أعطينا شوية صبغة يعني احترافية في التحضير، كذلك للإناث ما ننساوش، كذلك لبيناسيونو كذلك اللي قدموا الإضافة للفريق الوطني، هم كذلك يعني قدموا الإضافة التقنية من ناحية المؤطرين ومن ناحية الرياضيين. يعني بالنسبة لنا نحن في الاتحادية الجزائري ما فيش مقيم في الجزائر ومقيم في الخارج، كلهم جزائريين، كلهم يدافعوا عن الوطن، كما حدث مع المنتخب الوطني لكرة القدم الذي أفرحنا اللاعبين، نفس الشيء هم قائمين الأم يعني يقدموا يعني بوحد الروح الوطنية يعني ما تصورهاش. ونشكر نعاود ونزيد نشكر الرياضيين والتقنيين، ونشكر كذلك الوزارة اللي وضعت كل إمكانيات تحت تصرف الاتحادية. نعم، السقف رفع. معالي الوزير، المرتبة الرابعة في الألعاب الإفريقية، الهدف كان البوديوم طبعا من أجل المشاركة، لا من أجل المشاركة من أجل المشاركة، يعني المشاركة النوعية وانتم تحدثتوا عليها من قبل، هل هذه طبعا الرسالة وصلت أم ما زال طموح آخر؟ أكيد الرسالة مفروض وصلت وما زال يعني تجسد، بما أنه من هنا فصاعدا فيما يخص الألعاب مش فيما يخص يعني البطولات ولا التظاهرات الرياضية. المشاركة لازم تكون بامتياز، بما أنه الرياضة هي واجهة، والواجهة لازم احنا نشرفه أنه الأمة ولا الدولة حتى البلد اللي وراءنا وين تكون يعني المشاركة. وأيضا أنا نشوفه أنا كان تفضل السيد رئيس الوفد واللي نهنيه على نجاحه في هذه في هذه المهمة، سيد نبيل سعدي اللي حقيقة أدى هو والنائب تاعو مبروك قربوعة اللي أداوا يعني دور كبير في تأطير هذا الوفد، ويعني ما جهد كبير كانوا بدلوه ومشكورينهم على هذا ونهنوهم بنجاح هذه المهمة. شفنا 270 رياضي، كي تحط رياضيين اللي ما عندهمش نقدر نقولوا مستوى باش يفوزوا، لازم الرياضيين الاخرين لازم نعتنيو بهم، لازم يكون عندهم نفس امكانيات استرجاع الشباب. التدريب الشباب لا، هذا عنده لكل مقام مقال. هذه في هذه البطوله مشينا باش نعمل نتائج، مهم جدا انه ناخذ اللاعبين تاعنا الاساسيين اللي نعمل بهم نتائج، ومن بعد هذا حيسهل لنا التكفل بهم، بما انه ما راهش غير لعب بطوله وتخرج، بما انه عندك وسائل استرجاع فيه مدلكين تاع القانون ما يسمح لكش باش تاخذ العدد اللي كيما نحبوا حنا، عندك عدد محدد. هذا الشيء اللي لازم تكون دراسه نوعيه ودراسه مدققه ويعني وهادفه لتحقيق النتيجه، ما راهيش نقولها صراحه وسمحوا لي على العباره هذه، حنا ما راناش رايحين نزهه ولا رايحين. الدوله الجزائريه عندها امكانيات، شفنا يعني في المخيمات الصيفيه الدوله الجزائريه نقلت 80,000 طفل من الجنوب والهضاب العليا، قادر تزيد تنقل حتى 100,000، لكن هذه ألعاب إفريقية مشينا باش نحقق نتائج. لهذا الشيء نفتح القوس نعاود نغلقوا، الناس اللي كانت تشوشر على هاد الأبطال أنا نقول لهم الله يهديكم، بما أنه هي نفس الناس اللي صارت لها يعني قريب 30 سنة وما في هذا في نفس المنهجية. اللهم مرة أخرى نشكر رئيس الوفد اللي أدى دور نقدر نقوله كبير، خاصة مع في تشاور تام مع المدراء والإطارات يعني الوزارة، وإن كانوا سهروا أنه هاد اللاعبين يكون عندهم تركيز تام لهذا الشيء اللي كنا منعنا من عنبات واجتنبنا حقيقة. نقولها صراحة أنه فضائح كما كانوا يصراو في ريو دي جانيرو وليمور ورياض في طراغون، أنه اللاعبين هادو ما يكونوا معهم ناس غير معنيين بالمهمة، وهذا الشيء غير مقبول في الوقت في الرياضة الحالية في المستوى العالي، وين صبح يعني كل شيء بالدقه تحسب كل شيء بالثانيه، وسائل استرجاع الامكانيات اللعب. احنا قلنا ونعاود نرجعها، لازم كل الامكانيات تروح للاهم والمهم من اللاعبين، لانه رافع الرايه هو اللاعب، واللي فرح الشعب الجزائري هو اللاعب، وهاد اللاعبين هم يتنقلوا باموال عامه، اموال عامه اللي هي اموال الشعب، اللي عاجي جدا انه هاد الامكانيات تمشي للاعبين، واللاعبين هما اللي ما يفرحوا الشعب الجزائري، بما انه معروف جدا انه الرياضه صارت مصدر سرور للشعب الجزائري، والشعب الجزائري تابع كثير الرياضة، وكل الرياضة تمارش إلا كرة القدم، وشفنا يعني فرحة الشعب الجزائري كيفاش كانوا يتابعوا كل يوم نتائج تاع هاد الأبطال. وهاد الأبطال لهذا الشيء مرة نقول لهم الرسالة أنه يكونوا يعني قد المسؤولية ويكونوا مدركين أنه مسؤولية كبيرة على عاتقهم، ما أنه هما حاملين الراية وهما مصدر سرور ل 43 مليون جزائري إن شاء الله. والمسايفة علاش ما شاركت؟ المسايفة احنا تحصلنا على الميداليات تاع المسايفه. زهره راهي تضحك، لانه اولا رئيس الاتحاديه للمسايفه هو مبارز سابق شارك في الالعاب الاولمبيه، لانه ما بين بطوله العالم
وبطولة الإفريقية هما اللي مؤهلين الألعاب الأولمبية اللي كانت يعني تزامنت في ظرف قصير في أقل من شهر، كان حيكون صعب كتير ذهنيا على اللاعبين ما أنهم صغار في السن، أكبرهم 17-19 سنة باش يعملوا ثلث بطولات في ظرف وجيز. لهذا الشيء على مستوى هذه اللعبة كان قرار حكيم أنه ما يشاركوش في هذه الألعاب باش يبدأوا يحضروا، لأنه البطولات المؤهلة تنطلق هذا الشهر هذا يرجعوا باش نحنن المبتغى أنه يتأهلوا أكبر عدد للأولمبياد. أنا نظن مشاركة في الألعاب الأولمبية عادي جدا، سقسي اللاعبين تحب تفوز باللقب إفريقي ولا تشارك في الألعاب الأولمبية يقول لك أنا أشارك في الألعاب الأولمبية، أكيد تريكي ميدالية أولمبية ولا ميدالية إفريقية يقول لك هو الحلم تاعه يلعب على ميدالية أولمبية، وتريكي أو يدرب كان يدرب عند بيدروزو من خيرة ما أنجبت هذا الاختصاص هذا، يعني ما راهوش يعني ما راه ما خداش تريكي يعني بالمجاملة، دوك راهو غير مدرب لمغيش، لكن هذا اللاعب هذا عنده إمكانيات كبيرة هو وعنده إيمان كبير بأنه قادر يحقق ميداليات على أعلى مستوى. إحنا لازم نكونوا نطلعوا في المستوى تاع التسيير، خلاص هذاك التسيير نقولوا العشوائي أنه كي تلحق شهر ولا شهرين ولا حتى أسبوع باش نقولوا قبل البطولة نجيبوا العتات ونجيبوا اللبسة ونطلعوا اللي ما عندوش حق يطلع في الطائرة ونروحوا نعملوا نزهة ونعملوا لا خلاص هذاك الحركة هذاك الزمن ولا هذا دوك صار زمن علمي دقيق وكل شيء مدروس، كل شيء مدروس ما انه وسائل الاسترجاع احنا كنا عيننا كل شيء حتى مع الجهاز الطبي كل شيء حتى امكانيه الاسترجاع كانت مدروسه، يعني نقول لك بالجهاز لابريسوثيرابي هذه السنه اللي كانوا يستعملوها اللاعبين وانا عارف باللي كانت خدمتهم ولا حتى لافيزيوثيرابي ونهني يعني الجهاز الطبي على راسهم الطبيبه يعني الرئيسه مدام شويتر ونهنيها ايضا على الدور الايجابي اللي كانوا عملوه مع المدربين. نقول لك في هذه المشاركه كل شيء مدروس ونتمنى ان شاء الله انه هذه تصير عاده، ما رايش يعني هذه المره ومن بعد تنحضر بما انه الاتحاديات ايضا لازم نواصلوا في هذا المنوال تاع العمل، كل شيء مدروس كل شيء مدقق ونعمل بتشاور خاصه مع السلطات العموميه بما انه الوزاره مفتوحه، نواصلوا في هذا المنوال كل مره في الاسبوع يكون اجتماع تشاوري ونتكلموا بالاسم باللاعب، قال ليندا مزاري وش المشكله اللي عندها، عرجون وش المشكله اللي عنده، تريك وش ما عنده، قال بالاسم وندخلوا حتى في الخصوصيات. انا الله اعلم هذه الرياضه في سائر انحاء العالم راهي تمارس هكذا بما انه مستوى عالي صعب جدا انك تكون لاعب ذو مستوى عالي، هذا كنز ومكسب من مكتسبات الدوله الجزائريه لازم نحافظوا عليهم. نعم، وسنتحدث عن كيفية إعداد العداء أو الرياضي للمستوى العالي، لكن قبل مشاهدة وسماع لأبطال شاركوا في الألعاب الإفريقية وفازوا بالميدالية الذهبية، ثم نعود إلى بلاطو. أنا ما كنتش ننتظر في الميدالية هذه لأنه كما تكلمت قبل ما نشارك في الألعاب الإفريقية تكلمت وقلت بلي مانيش واجد باش نكون في الألعاب في البطولة الإفريقية وماشي سير نجيب ميدالية، بصح واش نقدر نكون في البوديوم نقدر طروا دو طروا ولا الحمد لله ربي وفقني باش تحصلت على الميدالية هذه ذهبية وتحصلت على ميدالية في القفز بيزانة. المستوى تاعي ضعيف جدا لأنه المستوى هذا بعد العمليات الجراحيه اللي قمت بهم والتدريب اللي عملت يا ربي حوالي 30% في التدريب تاعي عليها اللي خلاني شويه متاخر في سون لونغير و 100 متر و 100 متر اي كيما لونسي دو بوين خلاني بعيد بزاف على الارقام تاعي. المستوى الافريقي ضعيف بزاف، احنا عندنا مستوى ضعيف بزاف في العشاري، نتكلم لك على العشاري في الافريقيا. احنا رياضيين العاب القوى رحنا ماشي سيرا بريمير فوا وين نروحوا عدد قليل وتحصلنا على 5 ميداليات ذهبيه. كاين رياضيين اللي كانوا قادرين يجيبوا ما على باليش الاسباب اكزاكت، يقول لك يلزم تكون تطلع بوديوم باش تحصل على الميداليه الذهبيه، يلزم انا نقول هذه يلزم نعطوا الحظوظ سيرتو احنا العاب القوى العام الجاي عندنا بطوله افريقيه نورمالمون نوجدوا لها، فهذه هي لوكازيون اللي نورمالمون كنا قادرين نوجدوا لها مع رياضيين صغار، لانه احنا رياضيين كبار ما بقالناش بزاف بالك ولا ما بين شحال
نرموا نعطوا فرصه للرياضيين الصغار ان شاء الله تكون لهم فرصه ان شاء الله العام الجاي بطوله افريقيه. المباراه تاع البطوله تاع العاب افريقيه سيرتها بالخبره وبالتكتيك والحمد لله. بالنسبه للمستوى العام الافريقي المستوى الافريقي في المصارعه كان قوي، شفنا نديه كبيره بين مصر الجزائر المغرب مصر الجزائر المغرب نيجيريا حتى الكاميرون والسنغال وفي بعض اوزان المغرب وتونس ايضا. الحمد لله المصارعه الجزائريه كانت قد التحدي، هو في تحضير طويل ان شاء الله، احنا التحضير بديناه، احنا ان شاء الله هذا الفيراج الاخر قبل الشامبيونات دو موند لبطوله عالم مؤهله ومام طو كاليفيكاتيف بوليس اولمبيك طوكيو اللي هي تبدا من 14-15 على ما اظن سبتمبر. ان شاء الله تكون المصارعه الجزائريه عندها تاشيره العاب اولمبيه. الحمد لله تحصلت على الميداليه، يعني جات بعد تعب وتعب بزاف، تحضيرات بزاف درناها باش لحقنا هذه الميداليه. الحمد لله التعب تاعنا ما راحش باطل، بعد ما عانينا شويه في المروك من الحكام القرار تاعهم شويه خسرونا بزاف لي زاتليت والحمد لله. الحمد لله اكيد اكيد، يعني احنا عندنا بزاف لي زوبجيكتيف هم جايين، ديجا مازالتنا شامبيون دو موند في الروس في اكتوبر من لو 3 لو 13 والكاليفيكاسيون تاع لي جوز اولمبيك هي يعني الحفل الاساسي اللي رانا حنا نخدموا عليه ان شاء الله. يعني الوزاره هي معودتنا دائما، هذه حاجه ماشي مفروغ منها الوزاره، كل ما نجيبوا لي ميداي ولا معودتنا دائما بتكريماتها ونشكرهم. طبعا كانت هذه تصريحات بعض الابطال الذين توجوا بالميداليات الذهبيه في الالعاب الافريقيه. زهره مشتي، ربما انت حضرتي معه الرياضيين كصحفيه، رايك كصحفيه في المستوى العام في التنظيم بالمغرب، بما اننا سننظم الالعاب البحر الابيض المتوسط مستقبلا، كيف شفت كل هذه الاشياء خلال الطبعه الثانيه عشر من الالعاب الافريقيه؟ نعم، يعني باب تاع التغطيه الاعلاميه كانت ما شاء الله كانت 10/10، بما اننا قدمنا يعني نتابعوا ونرافقوا كل النهائيات، قرب كل النهائيات، رغم ان العدد البرمجه كانت في نفس اليوم ثلاثه اربع نهائيات تاع رياضات مختلفه، قمنا يعني وصلنا، راح كنا محظوظين نقول ان اغلب الرياضيين كنا حاضرين وغطينا، والمجتمع الجزائري او الشعب الجزائري شاف في الوقت اللازم الابطال الافارقه الجزائريين اللي شرفونا وشرفوا البلاد. يعني كان نقدر نقول في توفير تاع في كل القاعات، موفرين الويفي، موفرين كل، يعني حتى شيء ما كان ينقص في التنظيم. التنظيم كان محكم، كان نطلبوا يعني على معلومه ولا يعطوها لنا في المكان، يعني ما خسينا من والو، يعني كل حاجه كانت في مكانها. الرياضيين كذلك عاونونا، التقنيين اللي كانوا متواجدين تماتيك بعد، لان كان الرياضي كي يتحصل على الميداليه الذهبيه كانوا يديروا للطاقم الطبي باش يديروا له الفحص لابد ميداي دور، يديروا له لانتيدوباج اوتوماتيكمون. الوغ حنا كنا يعني نستغلوا هذيك الدقيقه هذه، يعني كان عامل ماراثوني رغم هذا التلفزيون كان حاضر وغطى كل شيء، يعني ما كانش ميداليه خلينا الحمد لله نظن كلهم اللي راهم متواجدين. ما كانش الوفد اللي اشتكى، ما كانش اللي اشتكى من التلفزيون. الوحيد انا يعني تاسف له، وكنت حابه نكون حاضره تاع تاع السيكليزم هو، لكن تزامنت مع نفسه تزامنت مع رياضه اخرى، وحتى هما يعني ما علموناش باللي عندنا يعني رياضيين عندهم مستوى، يعني كنا هذه الرياضه على الاقل ما نعرفوش الرياضه لحد الان، ما نعرفوش كل الرياضيين، خاصه ان الشيء الجميل ان الشباب هما اللي راهم متواجدين، هما اللي جابوا القاب، واللي ان شاء الله نشوفهم في الالعاب الاولمبيه. لان عندي سؤال حبيت نطرحه لمعالي الوزير، هو نعرفوا ان التظاهر الاولمبيه لازم التحضير تاعها 4 سنوات، احنا عندنا ابطال افارقه وعندهم حيواجهم باش يعني يتاهلوا، هل الوقت يسمح لهم؟ هل الوقت يكفي باش يحضروا ويحضروا؟ هل هذا ممكن؟
أكيد هي أنا نزيد لك فوق 4 سنوات نزيد 4 سنوات أخرى، لازم 8 سنوات من 8 حتى 10 سنوات باش نحضر لاعب في المستوى الأولمبي. لكن هذا الشيء أنا هذا الخطة ما نحبش يلحق اللاعبين، ما أنه هذه المشاكل اللي إحنا مسؤولين عليهم، بما أنه ما عندهم حتى ذنب في هذه الصراعات اللي كانت في الحركة الرياضية وحتى الأولمبية. ونقول إن شاء الله الناس هذو ربي يهديهم، بما أنه اللاعبين هذو ما عندهم حتى ذنب، لكن عندهم المستوى نقدر نتدارك. هذا في كون تشاور خاصة مع التقنيين، لأنه من المدربين هما أهم شيء في هذه الحلقة من السلسلة. مدرب هو أهم شيء، هو اللي عارف البرنامج اللي حيعملوا اللاعبين. احنا الشيء اللي شفناه اللي يفرح أنه فيه لاعبين مثال أسامة اللي عنده مستوى اللي يقدر يأهلوا الأولمبياد. ومن بعد إن شاء الله احنا نتمنى أنه إن شاء الله أنه يحق الوقت وين يكون النضج في الحركة الرياضية هذه، أنه شعب الرياضة اللي هي من الجمعيات العامة في النوادي ولا حتى في الجمعيات العامة على مستوى الاتحاديات ولا حتى على مستوى جمعية، نأكد جمعية اللجنة الأولمبية، يكون واعي وتكون يعني حسن التسيير، ناخذ بعين الاعتبار الاستقرار أهم شيء اللي حيسمح اللاعبين هذوما أنه يتألقوا ويلعبوا. لأنه مهم جدا، احنا شو أنا صراحة نقول لك في الأشهر هذه وأنا اللي في مهمتي هذا على رأس القطاع هذه، لقيت أني فيه تضارب في المصالح أنه ما بين الجمعيات، كان حتى جمعية أنا نقول لك وين حتى جمعية اللجنة الأولمبية. أنا مشيت بشهادة رئيس الاتحاد، مشيت في البطولة الوطنية، نقيت الحافلة تاع اللجنة الأولمبية تنقل اللاعبين ويجوا يلعبوا ويشاركوا في البطولة. هذه ماهيش من صلاحية اللجنة الأولمبية، ماهوش نادي اللجنة الأولمبية، ماهيش نادي اللجنة الأولمبية. معروف أن المهام تاعها عندها ثلاثة، اللي هي الروح الرياضية، مكافحة المنشطات، والنزاهه ليتيك سبورتيف. هذه هي اللجنه الاولمبيه. واش دخلك انت في امور النادي؟ نقيت الاتحاديات انه عندهم يدخلوا في شؤون النوادي، والنادي يتشك النادي ولا حتى النادي هو يحب يعمل له تصفيه، هو اللي يعمل له سيليكسيون شكون اللي يروح وشكون ما يروحش. لا هذا الشيء ما يحش يخدم، هذا التضارب في المصالح، وهذا كما نقول لك بالعاميه هذا الخلط هذايا ما راحش يجيب مصلحه. لازم احنا اول قرار اللي كنا خديناه يعني كسلطة عمومية قلنا انتهى زمن التدخل، بما أنه حتى نقولها صراحة كان في زمن ماضي أنه حتى الوزارة تدخل على مسمى الوزارة، هم يعملوا لسيليكسيون يقول لك هذا يمشي هذا ما يمشيش. لا، المدرب هو اللي هذا الشيء احنا حبينا أنه يقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له فعل أنت. احنا حبينا نمد المثل أنه قلنا انتهى زمن التدخل، وفعلا هم الاتحاديات هنا يقدروا يشاهدوا اللي ما ناش ندخلوا، اللهم ندخلوا باش نساعد باش ندخل اموال ولا نمد الامكانيات للرياضيه نادي. لكن التدخل هذا ما لازمش يجي، وحتى وان هذه الدكتاتوريه ما تقدرش جمعيه تكون دكتاتوريه على جمعيات اخرى، خاصه في رياضه واحده نقولوها صراحه اللي هي العاب القوى، اللي دائما هذه الرياضه هاديه. انا نقول انا معجزه ونهني كثير اتحاديه النتائج المبذوله، نقول معجزه كبيره باللي هذه الرياضه هاديه ما زالها واقفه وتحقق في النتائج، بما انه هذا الرياضه من سنوات كثيره تعاني في مشاكل داخليه، والله صدقوني غير لمصالح شخصيه. لا، احنا كسلطه عموميه بما انه احنا مثل الدوله الجزائريه ما راحش نتسامح مع التصرفات مع التجاوزات، وصدقني حيكون كل الحزم انه باش نرجع كل واحد لمكانه، وهذا خدمه للجزائر وخدمه لشباب الجزائر، بما انه هاد اللاعبين هاد الابطال الله يبارك شوف عندهم كل شيء، متهدبين شابين يعرفوا يقراوا يعرفوا يديروا سبور يعرفوا يديروا كل شيء، علاش ندخلهم في مشاكل اللي هما ما لهم ما عندهم لا ناقتل ولا جمل فيها. لكن مره اخرى نحيي التلفزيون الجزائري بما انه الاخت زهره مش تنسات حاجه مهمه ما قالتهاش، بما انه كانت بعد المسافات 200 كيلو صح ما بين الرباط ما بين جديده وكانت المصارعه والرباط نعم. وكازا بلانكا، وبهذا التلفزيون الجزائري غطى لحظه بلحظه نعم. حتى اللي ومنصه بمنصه، وهذا نهنيكم ما راهوش يعني بشيء جديد على التلفزيون نعم. الجزائري وخدمه عموميه طبعا مهنيه مستوى عمومية لا مستوى عالي نعم. في التغطيه مستوى عالي في التحليل مستوى عالي الحمد لله. انا نتمنى ان شاء الله انتم تكونوا قدوه، ولازم تكونوا قدوه خاصه لهذه القنوات الجديده اللي راهي جابت ايضا ضخت دم جديد ولا راهي مدت حيويه جديده. لكن كي تشوف تحليل تاع الاخت زهره مشتي في رياضه جيدو، لازم نعرفوا الاخت زهره مشتي بلي اختصاصيه خبيره في رياضه جيدو، وهي حكمة دوليه في هذه الرياضه هذه اللي تعرف كل خبايا الرياضه، واكيد بمستواها العالي حيسهل لها الدخول في كل الاختصاصات. ونفس الشيء عندك انت الاخت توفيق ولا حتى
رئيس القسم الرياضي جديد محمد شومان اللي هو ايضا مستوى عالي حتى ضخ جديد. عامه نهنيكم ونشكركم على التخطيط وخاصه التشجيع بما اننا كنت نشوف الكواليس نشوف الكواليس اللي كان رساله اللي ما تلحقش من عندي وما تلحقش من المدرب لكن تلحق مع طرف اخر ثالث اللي هو خارج صحافي يحكم تحكم هكذا الزهره ولا بالخبره تاعها تحكم هكذا شابه كيما ليندا ولا تحكم كيما اسامه ولا كيما تتكلم معاه على وانت لازم تام تنقل له هذا مهم جدا كيما ايضا المدلك الطبيب وهدية هذا هو الفريق المسير هذه هي العائله اللي نحبوا نشوفوها اللي عندها مصالح وحده وفيها رساله اخرى مهمه جدا تفضل معالي لازم نوصلها للمسيرين المسير كي يقبل يتكلف المسؤوليه لازم ينسى اسمه وينسى شخصيته ويقبل يوضع شخصه خدمة ويقبل انتقادات كذا ويقبل أكيد نعم. يقبل كل شيء خدمة لأهم شيء هما اللاعبين نعم. لو ما كاش لاعبين أنا نقول لو ما كاش لاعبين ما كاش رياضيين ما كاش نادي وما كاش اتحادية وما كاش الجنة الأولمبية وما كاش وزارة أنه هذا الشيء إحنا رانا هنا خدمة وخدامين تاع هاد اللاعبين نعم فكرة فقط وائل زين زهرة أنت في الجيد مختصة أنه كان من المفروض أن يكون معنا وائل زين بطل إفريقي مستقبل لأنه فاز بالميدالية الذهبية الأشبال بغابورون الأواسط وكذلك ميدالية ذهبية لكنه لم يأتي أنا أتكلم معي في المساء هذه أمانة أتكلم معي قال لي الشيخ أنا ما نقدرش نجي لأنه حالتي النفسية ما هيش مليحة ولكن بعد ما شفت على ما أظن بعض الأخبار تقول أنه ما استدعاوه لي تربص يعني ربما أثر فيه من هنا تبدأ المشاكل وتبدأ ربما يعني التأثير على الشبان كمدرب سعد الدين حميسي ذكر معالي الوزير شيء مهم جدا وهو تدخل في يعني المهمات يعني أنت كمدرب هو كرئيس شيء مهم أنه ما يدخلش في يعني صلاحية تاعك وأنت ما تدخلش في صلاحية تاعه الميكروفون من فضلك يعني كان اول حاجه ستدير هذا الرياضي يعني دوك المدرب هو اللي استدير هو اللي يحكم نعم دوك اسكو هذا الرياضي عنده اهداف اخرى مسطر المدرب تاعو باش قصاه من هذا التربص ولا عنده هدف اخر لا يعني اخبار غير مؤكده ولكن من هنا وصلت لبعض الاخبار انه تقول ربما كما كان فيه تربص ما استدعوش انا الخبر لا اؤكده ولكن بنسبه كبيره هكذا يعني اثر على لانه حالته كانت نفسيه صعبه انا لما تحدثت معي ولا رياضي له مستوى عالي واسمه ما يكونش في لا سيليكسيون سي نورمال يتاثر بصح ما نو يفو فوار لوريجين علاش علاش قصاوه ولا الاخر وهذا يكون اسمح لي الاخ لانه فيه خصوصيات اللي احنا بالك نتجاهلوها نعم لانه رياضي ما راهوش الا نتائج ما فيه فيه راحه ربما عطاها المدرب راحه فيه سلوك السلوك العام تاع الرياضي في اثناء التربص هل يخدم يقدر يكون احسن رياضي لكن يشوشر على المجموعه من احسن انه لانه هذا مانيش نقول هذا يعني في في هذا لا حتى مع اول مره مع الوزير أول مرة حتى يعني الاجابه تاعو ممكن رساله للاعب حتى انا اول مره نسمع بهذا المشكل لكن اللاعب او كسبر او بطل لكن عموما انا نقول في يعني لي كريتير دو سيليكسيون ما راهمش الا نعم النتائج فيه الانضباط لازم يكون مهم جدا اللاعبين هذو نصهم الانضباط انا شفنا في المنتخب اللي فاز بكاس العالم منتخب فرنسي شفنا لاعب احسن هداف في العالم اللي فاز بتلكؤوس اوروبيه في قصاوه من المنتخب الوطني لكن واحد ما يقدر يحاسب ديش يقول له علاش قصيته بما انه فاز بكاس العالم احنا مدرب وانا كما قال الاخ اقول الزميل بما انه مدرب انا كما هو إيه مدرب هو الاهم شيء مدرب انا ياخذ قرارات لكن حسبوا النتيجه نعم اكيد وربما ما جاوبنيش على السؤال الصح يعني انه تدخل صلاحيات لابد يعني نقولها في الرياضه يعني الجزائريه اسمها سور بلون تكنيك اسمها اخر كلمه تعود للمدرب اكيد للمدرب سيفون شاطروه يعني ولا نحبوا ندعموه ونقولوا بلي هذا مدرب ذو كفاءه عاليه اسمه كل مره شغل نعكسوه في الامور تاعو يعني ما يخدمش الرياضه وما تخدمش الرياضه الجزائريه
نعم. ان شاء الله ما يكون غير خير المصارعه تاعنا اليوم. ان شاء الله يا رب. نروح الان الى رئيس الاتحاديه الجزائريه لالعاب القوى سيد حكيم ذيب. طبعا العاب القوى 5 ذهبيات، ربما هي ثاني احسن نتيجه منذ 87 هكذا، 5 ميداليات ذهبيه، يعني 87 2011 و2019 فزنا ب5 ميداليات ذهبيه. لكن الشيء المهم انه الرياضه يعني المسافات النصف الطويله، الجزائر غير حاضره في المسافات النصف الطويله، ورغم انها هي اختصاص من اختصاص الجزائر، المغرب وكذلك بعض البلدان. شكرا. اولا وقبل كل شيء اود ان اهنئ كل الرياضيين دون استثناء على احرازهم على هذه النتائج المبهره واللي تشرف يعني البلد. وأريد أن أسطر على جملة قالها سيد وزير الشباب والرياضة، وهي أن التكوين سوف يعطى لأهله. نعم. يعني أن هاد الرياضيين اللي راهم اليوم هنا هم إن شاء الله يصبحوا المكونين، مع إعطاء 400 منصب يعني بيداغوجي لهاد الرياضيين ذوي المستوى العالي. نعم. وأهل مكة أدرى بشعابها. وهنا أرجع لسؤالك أخي توفيق، نعاني كثيرا من نقص التكوين المكونين خاصة في رياضة ألعاب القوى. احسن المكونين تاعنا، المدربين تاعنا رحلوا وهم يعملون أمجاد وليست أمجاد رياضة في بالمشرق العربي. إذن يعني لما درنا يعني اناليز على المستوى الوطني ان نقص كبير في التكوين. إذا أنا جد فرحان اليوم أن هاد المناصب هذه تعود لهاد المجموعة من الشبان والذي سوف ينهضون إن شاء الله برياضة الرياضات كلها وألعاب القوى خاصة. فيما يخص احنا المشاركة تاعنا كانت إيجابية، يعني من أحسن المشاركات على منذ بداية هاد الألعاب. وإحنا في الحقيقة تبعنا توصيات، أقول توصيات، إحنا اللي جمعنا بين وزارة الشباب والرياضة أو هيئات أخرى هي قوانين، ونحن يعني تبعنا توصيات الوزارة، وزارة الشباب والرياضة فيما يخص مشاركتنا. كان عندنا 22 عداء يعني اللي كانوا رايحين هذا، لكن بعد توصيات وزارة الشباب يعني شاركتوا بالذين يأتون بالذهب، شاركنا بالذين يعني يقدروا يشرفوا البلد ويقدروا يجيبوا ميداليات. ولكن هنا أفتح قوس أن باب الحوار مع الوزارة، رغم أن التوصيات كانت صارمة بأن يعني المشاركة تكون اللي يعني ذات في المقياس يعني مقاييس امتياز، يعني مقياس المشاركة، مقياس يعني المشاركة تكون يعني المقاييس تكون خاص العدائين يحرزوا على ميداليات. نعم. لكن رغم هذا أن باب الحوار كان مفتوح، ويعني ما كانش كيما الحوار، وكنا اتصلنا بسيد وزير الشباب والرياضة. نعم. واقترحنا عدة رياضيين آخرين اللي وعطانا يعني الضوء الأخضر وشاركوا، وعلى مثلا بوعناني في 110 متر. نعم. حواجز حقق يعني زدنا. نعم. رغم سنه، رغم أنه صغير السن، إلا أنه حقق نتيجة. سارة ربما بجانبك هي مهتمة بالفئات الشابة ربما، ونحن طبعا نحضر لعب البحر الأبيض المتوسط، سيكون السؤال بعد ذلك لمعالي الوزير. سارة، العمل مع الفئات الشابة شيء مهم جدا. مساء الخير. أود في البداية أن نهني الرياضيين متحصلين على ميداليات في هذه الألعاب الإفريقية، وما ننساش أيضا الرياضيين اللي ما حقوش ميداليات، ونتمنى لهم حظ أوفر في المستقبل إن شاء الله وما يفشلوش. فيما يخص المشاركة الجزائرية في هذه الألعاب، شيء ملفت أنه كلهم رياضيين شبان. هذا يدل أنه استراتيجية وزارة الشباب والرياضة كانت أخذت ثمارها،
من خلال المخيمات اللي كنا عملنا فيهم لتحضير المواهب الشابة تحصلنا على ميداليات كثيرة في الألعاب الإفريقية اللي الجزائر احتضنتها، وما شاء الله الحمد لله لقينا هاد رياضيين هما اللي كانوا في البوديوم في الألعاب الإفريقية في المغرب. نعم، وفي عجالة دريس ربما سؤال كتقني، سمعنا العربي بورادا قال بأنه 30% من التحضيرات حضر، أنه ضعيف جدا مشاركته، ربما من ناحية النفسية كذلك عانى هذا العداء ألعاب القوى طبعا وخمس ميداليات. وكان لي حديث معه في الطائرة لما كنا رايحين للمغرب، حسيت هو ما تكلم ليش كثيرا، ولكن حسيت أنه ماشي ما كانش محضر بطريقة جيدة، هو عائد من إصابات الإصابة تاعو خطيرة لازم نقولها بصراحة. الناس ربما اللي ماشي ما عارفة، واحد لما تكون عنده اندوب الإرني ديسكال ولا عنده مشاكل في الحوض ولا في الـ في الـ في الـ في العضلة المخربة في ألعاب القوى كأنك راك عايب. ولكن هو أنا نعرف العربي نعرفه من لما كان من صنف الأواسط من 2006، العربي عنده إرادة قوية وستان أتلت كومبيتيتور، أي بمعنى في الوقت المناسب تلقاه. ونظن هو حتى في التدريب ربما الرياضي الوحيد في الجزائر اللي كان يتدرب 8 ساعات في اليوم، ربما الناس اللي ما مش ما تعرفش ربما ما هذا 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 بطل نقولها ونأكد على النقطة، هذا بطل كبير. نعم. يبقى بطل كبير لأنه حقق مرتبة خامسة في الألعاب الأولمبية بريو. نعم. وسيبقى إنجاز في تاريخ ألعاب القوى والرياضة الجزائرية. نعم، وقبل السفر إلى المغرب قال صراحة في البطولة الوطنية أنه ذهب إلى المغرب من أجل بوديوم وليس من أجل ميدالية ذهبية، وفي الأخير فاز بالميدالية. برافو العربي بورعدا، ربما سيكون ربما هو المعيار للرياضيين الشباب من أجل التحضير تحقيق النتائج. هي الإضافة أختي في خمس عبي بورعدة، ما لازمش نحو يعني إنجاز اللي عملته الاتحادية ولا النقص يعني العمل اللي عملته الاتحادية، لكن في الكواليس الاتحادية هي الطريقة اللي خدت بها بورعدة لأنه كان مصاب وقد صرح إصابة خطيرة، الاتحادية خدت يعني اختصرت الطريق بما أنه الإصابة تعالجت ورجع الميدالية الذهبية 30% من إمكانيات تاعه. الاتحادية اقترضت أموال في الفدراء يعني باش من عند الصندوق تاع تابع الوزاره باش بورعدة يعالج، وايضا يعني هذا الشيء لانه لازم الناس كي احسنتم قولوا لهم احسنتم واذا اسوا قولوا لهم اسات، وهذا الشيء العلامه الكامله الاتحاديه بما انه خاصه الجهاز الفني بما انه عرفوا كيفاش يرجعوا بورعدة في ظرف وجيز، ونتمنى له انه يتاهل للاولمبياد، ومن بعد ان شاء الله من بعد التاهل ما نوح صعب جدا صار للتأهل الأولمبياد، ومن بعد ما يتم التأهل الأولمبياد بورعدة عنده إمكانيات إن شاء الله بيكون عنده وجه مشرف الأولمبياد إن شاء الله. بما أننا تحدثنا عن الأولمبياد نروح إلى ما بعد الأولمبياد معالي الوزير، لأن الأولمبياد ما بقالوش كثير، نروح إلى لعب البحر الأبيض المتوسط 2021. طبعا الجزائر ستحضر لهذا أو هي بدأت تحضير لهذا الموعد الرياضي المتوسطي، والجزائر شاركت في الألعاب الإفريقية برياضيين شباب، ربما هو سياسة من أجل المشاركة الجيدة في لعب البحر المتوسط. نعم، كيف تحضرون أولا كوزارة كهيئة رياضية لهذا الموعد المتوسط الهام؟ أكيد يعني هو كان العمل كان انطلق من أيام الوزير اللي كان قبلي سيد محمد حطاب، اللي يعني كان حط استراتيجية، اللي هي نفس الفريق اللي ما زال الأخت سارة هنا موجودة، اللي كنا فزنا بأكثر 200 ميدالية في ألعاب الإفريقية للشباب اللي كانت في الجزائر، واللي كان مستوى تاع الألعاب هذا كان مرتفع جدا بما أنه رياضات كثيرة كانت مؤهلة للألعاب الأولمبياد بوينس آيرس. هذه المجموعة لازم نواصل بال 200 ميدالية، لازم نواصل العمل معها، وشفنا أيضا كثير منهم اللي تحصلوا على ميداليات ذهبية في هذه الألعاب الإفريقية، هذا شيء يدل أنه العمل متواصل على مستوى الاتحاديات وخطر على مستوى الفريق الوطنية. أيضا احنا إن شاء الله نتمنى أنه من 2021 تكون نواصلوا بهذا المنوال، لكن الشيء اللي لفت الانتباه أنه حجم التدريب نخافت شوية على مستوى الاتحادات، وهذا اللي نقص، ما نش نقول نقص الإمكانيات لكن نقص المنشآت اللي تكون في متناول الاتحادات، وهذا أمر اللي خديناه بعين الاعتبار وعالجناه، يعني احنا عالجوه بسرعة بما أنه الوقت ما يسمحش والمنافس ما يسمحش ما ينتظرش، اللي وضع الإمكانيات خاصة المنشآت هذه الإمكانيات، لأنه الإمكانيات لازم نعرفوها، وش الإمكانيات منشآت لازم تكون في متناول الاتحادات
خاصة الرياضية الشهادة اللي حيسمح لهم أنه يحققوا نتائج. رياضة السباحة الناس كثير تكلمت على رياضة السباحة، لكن أنا نحب تسأل عرضهم من كان يتدرب، كان يتدرب هذه السنة هذه أنه غلقنا مسبح 5 جويلية للإصطياف للمصطافين، معروف جدا أنه في فصل الصيف ملعب 5 جويلية يعني حل أبوابه للناس اللي تحب يعني تتمارس رياضة السباحة للهواية، لكن هذه السنة الملعب كان مقفول إلا لعناصر المنتخب الوطني، هذا الشيء اللي سمح لهم أنه يضعفوا التدريب تاعهم وعملوا تربصات نقدر نقولوا كافية، وشفنا المستوى تاعهم كيفاش يعني يطلع. أيضا المراكز الوطنية للتدريب اللي نتمنى إن شاء الله خاصة في فوكا وسويدانية اللي يتم تفعيلهم وتهيئتهم، الشيء اللي راح يسمح للرياضيين أنه يقضوا وقت كبير تاع حياتهم، بما أنه حجم التدريب يأخذ ساعات كما قال لك أخ دريس 8 ساعات حتى في اليوم، ويزيد ايضا وقت الراحه، لازم هاد الاماكن هذه يعني تتم تهيئتهم باش هاد اللاعبين يقضوا هاد الوقت الكبير من حياتهم في ظروف ملائمه اللي تسمح لهم انه يقضوا هاد الوقت. وعامه ان شاء الله لو كان نحط هاد الميكانيزم ونرجع التدريب هنا في الجزائر ومعسكرات هنا في الجزائر ونخرج نشارك في كل البطولات، نعم خاصه احتفال. فيما يخص هاد البطولات واللي لازم المشاركه كما جيد وبادمينتون ايضا الجمباز لازم يعملوا كثير بطولات يحسنوا المستوى تاعهم. مهم جدا انه لعبه كيما اللي في مستوى تاع ليندا مزاري ولا تاع في الجمباز يعملوا كل البطولات العالميه، هذا الشيء اللي حيسمح لهم انه تصير عندهم نقدر نقول لك شيء عادي انه يتبارى ونتفاداوا الغلطه اللي كانت يعني صارت لدريكي بما ان الضغط هو الضغط هذا كي ما يعرفش يسير الضغط ما راهوش هو يعني، هذا يدل انه كان عنده نقص في المنافسات ونقص في التحضيرات، وهذا رجع نقولوها لامكانيات حنا لهذا الشيء اللي حطينا سياسه تاع المشاركه بامتياز، لازم نعرف شكون هما احسن رياضيين للجزائر نعطوهم الاولويه وكل امكانيات، والاخرين راه معنيين بسياسه التكوين والاخرين بسياسة نقدروا اكتشاف مواهب شابة. بالنسبة للهياكل مع الوزير لأنه الوقت ما بقناش كثير، بالنسبة للهياكل الرياضية اللي راح تستقبل الرياضيين في وهران بحر الأبيض المتوسط في وهران وهران أنا حنفاجئك أعطيتني الفرصة باش نعرف ونغير اللهجة. ألعاب بحر الأبيض المتوسط لعبت في طراغون وحضرنا في طراغون شفنا إمكانيات، بإمكان الجزائر أن تذهب بعيد إمكانيات بلدة صغيرة هم هنا مشاركين يقدروا، هو كان من رئيس الوفد دريس مشاركين دريس لاعبين كانوا يلعبوا بلدة صغيرة، ما نقدروش نقارنوا طراغون البلدة صغيرة بوهران كبيرة. إمكانيات اللي وضعتها الجزائر في هذه الألعاب البحر الأبيض المتوسط، وأنا كنت قلت يعني في الجمعية العامة 600 مليون أورو للمنشآت، احنا ما راناش نبنوا منشآت لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الجزائر تبني منشآت في سائر القطر الوطني لخدمة للشباب الجزائري بالشباب الجزائريين يمارسوا الرياضة على أعلى مستوى، لكن يعني نقول ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران راح تكون فرصة لهذه الألعاب باش تعاود تبعث الألعاب، نقولوا صراحة هذه الألعاب نقص البريق تاعها مقارنة نهضروا ب 75 وين كانوا خير الرياضيين يشاركوا في هذه الألعاب، شفنا في طراغونة وين كانت الألعاب الرياضيين خير الرياضيين ما يشاركوش، لكن احنا متأكد أن إمكانيات للجزائر وضعتهم لتنظيم هذه الألعاب راح يمدوا روح أخرى لهذه الألعاب، ونتمنى أن هذه الألعاب تعود تحيا عن طريق وهران، لأنه وهران الجزائر عامة راهي تؤدي خدمة كبيرة للرياضة كما قبل كما في الألعاب الإفريقية للشباب. احنا كثير الجزائر بخيرها والجزائر تعمل كثير للرياضة، لكن عندنا مشكلة تسويق ما نعرفوش نتكلموا، عندنا خطاب أنه دائما، وهذا راجع يعني بعض الإخوة اللي هما راهم كما قلت الضحية والجلاد بما أنه هما اللي راهم في الهيئات الدولية يحبوا يفهمونا باللي صعب جدا أنه تنظم، لا ماهوش صعب. الألعاب الإفريقية للشباب نظمتها الجزائر 50 مليون أورو اللي كانت كما قلت دعم لهذه الألعاب، كانت النفقة والإطعام على نفق على عاتق دولة جزائرية، شاركنا في المغرب كان رئيس الوفد هنا يقدر يقول لك أموال باهظة دفعتها الدولة الجزائرية 50 دولار للاعب في اليوم، وهذا الكل إفريقيين. الشيء الجزائر وضعت إمكانيات كبيرة خدمة للشباب الإفريقيين، أيضا هذه الإمكانيات اللي احنا كجزائريين أنه نخرج الإعلام العالمي ونقول نبينه، لازم نبينه الشيء هذا المجهودات والإمكانيات كبيرة لدولة الجزائر يتحطها في الرياضة. نعم الدولة الجزائرية تضع أموال كثيرة، هي ربما كلمة أخيرة لمعالي الوزير، كلمة قصيرة
رسالة للرياضيين الجزائريين بما أننا في بداية الموسم الرياضي؟ كلمة الأخيرة، أنا كما بديت مداخلة خلص أقول لك وعقدنا العزمة أن تحيا الجزائر، والكلمة رانا حطيناها هنايا إن شاء الله من بعد 4 سنوات نروحوا باش نتباروا على المرتبة الأولى، لأن الجزائر عادي جدا أن تتربع على عرش إفريقيا، وهذا راح يرجع ماشي أنا اللي أنا مديت الكلمة، لكن هما اللي نفذوهم اللاعبين إن شاء الله. على كل حال أنا نشكر كثير اللاعبين هذوما على كل المجهودات اللي بذلوا وكل التضحيات بما أنه ضحوا كثير باش نلحقوا لهذا المستوى، نقول لهم شكركم موصول وخيركم عند ربي بما أنه اللي فرح الشعب الجزائري ربي يفرحه إن شاء الله. شكرا لك معالي وزير الشباب والرياضة سليم برناوي، كذلك إطارات وزارة الشباب والرياضة، رؤساء الاتحاديات الرياضيون، وكذلك الحضور الكريم، كذلك آباء الرياضيين. أما أنتم أعزائنا الرياضيين نلتقي في موعد أخرى، ليلة سعيدة. شكرا لكم كل الفرقة التقنية، تشكركم بقيادة المخرجنا حاج رضوان، شكرا لكم وإلى اللقاء.